السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الإخوان لاباس عليكم، صحة لاباس، أموركم هانية، كل شيء بخير، الله يحفظكم. كنشكركم جميعا على التفاعلات كيف من العادة، وما تنساوش الاشتراك معنا في القناة وديما ديروا معنا هذيك أبوني باش إن شاء الله الفيديوهات ينتشروا بزاف الناس يستافدوا معنا إن شاء الله. اليوم إن شاء الله حتى بعض الناس كانوا كومونطاو ليا انني نبقى نعطي الوصفات ديال اللي كنعطي للطيور ديالي. اليوم غنوريكم الوصفه ديال القمح، كيفاش كنرقدوا القمح وكنرطبوه وكنعطيوه للطويرات ان شاء الله. غير سمحوا لي الفيديو غيكون فيه تقطع لانني غنصبر على الزرع او القمح حتى الغدي ان شاء الله بين مرطب عاد نعطيه للفراخ. المهم انا غنشرح لكم الطريقه كلها من ا حتى لزيد ان شاء الله تعالى. المهم الاخوان، هذا هو الزرع من بعد ما غسلته مزيان، حيت لي دوك الشوائب ديالو، يعني داك الغبره وداك الزبال وداك الشيء اللي كيكون فيه والحجار، يعني غسلته مزيان. من بعد ما غسلته اش كندير ليه؟ انا كنكب عليه الماء طيب. هو راه ممكن انك تخدم بالماء بارد، غير الماء طيب كيسهل عليك الماموريه. المهم كنديروا ليه الماء طيب بحال هكا مزيان، كنخليه حتى الغدا. بحال مثلا دابا مع 8 الليل، غدا مع 12 كنحيد ليه الماء، ولكن كنحاول انني في الليل نحيد ليه حتى ثلاثه الخطرات حتى اربع الخطرات الماء نبدلو ليه. غير من بعد كنبقى نبدل ليه الماء غير بارد. دابا بحال مثلا دابا درت الماء طيب، دابا نقولوا في الساعه دابا 8 ديال الليل، يعني ديك ال 11 ديال الليل غنحاول نبدل داك الماء، وفي الصباح ملي نفيق نعاود نحاول نبدل داك الماء غير الماء بارد، ما نبقاش ندير الماء طيب. نجي مع 12 ان شاء الله وغنوريكم يعني الطريقه اللي غنديروا من بعد ما يطلع النهار ان شاء الله. يلا كنشكركم على الساعه، حتى الغدا ان شاء الله. واخا غتشوفوا نتوما الفيديو يعني فيه شويه 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 تنكملوا كاع المعلومات، وشكرا. السلام عليكم اخوان، من بعدها نتوما من بعد ما رطب، ها هو دابا رطب مده تقريبا شي 13 ساعه او 12 ساعه. المهم ها هو رطب، ها نتوما كيما تشوفوا معانا ها هو ولا رطب. غنصفيوه من الماء بحال هكا، ونحاولوا نشفوه اولا نحطوه في الشميشه نشفوه واحد شويه من الماء، ديك الساعه نعطيوه للطيور. الاخوان هانتوما كيما كتلاحظوا، شو الطيور الطيور كيفاش كيتفاعلوا معاه. الحمد لله هانتوما راه وجبه مهمه وكتقام رخيصه وتبارك الله زوينه تبارك الله، اللهم يستر. المهم كيف ما شفتوا معنا الاخوان الوصفه ديال القمح اليوم، كيفاش طريقه الاستعمال وكيفاش الطيور الحمد لله هما تشوفوا راه كياكلوا كلهم تبارك الله، كيفاش كيستعملوها ويعني كيفاش كياكلوها الفراخ وكيتفاعلوا معاها. وراه وجبه مهمه، راه كنعطيها بعد الخطرات حتى ثلاثه الخطرات في السيمانه، ووقت الفراخ راه تقدر تعطيها نهار اي نهار لا على حساب الموجود، وكتقام بتكلفة قليلة. والحمد لله يعني وصفة زوينة كتستعملها انا مدة دابا وتبارك الله ما شاء الله عليها. وكنتمنى من الله الفيديو يعجبكم جميعا وتفاعلوا معنا، وكيف ما تنساوش الاشتراك في القناة. والاخوان كنطلبكم الله يحفظكم اللي مشتركين معنا في القناة يحاولوا يديروا يكوبيوا لوليا ويصيفطوا لصحابهم وكذا باش نلقاو بزاف التفاعل. وكنشكركم مجددا وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله، فيديو جديد ان شاء الله غيكون حتى هو شيق ان شاء الله. غير تابعونا وما تنساوش تابونا، الله يسخر الامور. شكرا.